بدرو ورقة وقلم، إيفا هلسة ريحاني رح تحضر لكم اليوم طبخة غير شكل، هيك بيقولوا. صباح الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقاتنا اللي رح نتوجها بالمتسابقين اللي ربحوا بهالحلقات. أول متسابقة بتينة طوالبة من الأردن، منرحب فيكي ببرنامجنا وأهلا وسهلا فيكي، ورح تقدم لنا طبخة كتير زاكة بجبنتنا الجميلة، ورح تشوفوا كيف رح تتطبق. رح نتوج هالطبخة بأكل كتير العالم العربي بحبه، خصوصا هلا بشهر رمضان الكريم اللي هو الفتوش، ورح نعمل كمان عصير منعش بالليمون والنعنع. هلا بتينة، شو بتحبي تخبرينا عن هالطبخة؟ هي الطبخة كتير بسيطة، ما بتاخد الحلو فيها. عارفة شو هالطبخة؟ أنا ليه حبيتها؟ إنه بتساعد الناس اللي بيشتغلوا. أنت عم تدرسي أنا عرفت، أو كنتي بتشتغلي وعندك أطفال، ما بتاخد وقت أبداً منك عزيزتي المشاهدة. وإذا كنتي محتارة مش عارفة شو تعمل، كتير سريعة بنصحك تعملي طبخة بثينة. خلينا نبلش. هلا إحنا هون محضرين قد ايه بدك زيت نباتي؟ زيت نباتي معلقتين تقريبا صغار. هاي زيت نباتي، وبدنا نقلب البصلة. هون بصله فارميتها ناعم، وحده كبيره شوي. يلا نحركها. اوكي يا اوكي. بتحبي احط الملح والفلفل هلا عليها ولا على اللحمه؟ لا على اللحمه. على اللحمه يلا، عبين ما تتدبل شوي. نضيف لهم اللحمة. أنا فهمت منك إنك كتير بتحبي الطبخ والمطبخ. كتير. تبتكري أشياء. كتير. كتير حلو. بحب أتعلم يعني من أماكن تانية، يعني غير تراثنا غير بلدنا وهيك. غير. بحب أتعلم. ما هلا الانفتاح وشايفة التلفزيونات وهيك قديه حلو. عم. هلا نضيف لنا المجال. تدبلت شوي. هلا بدك تحطي اللحمة. لحم. يا هلا بنضيف لها الملح والفلفل. اوكي شفتي صعوبه بالجيه والتقديم على الانترنت على المسابقه؟ لا حلو ابدا، كثير حلو. هلا بدنا نحط قد ايه ملح بدك على الطبخه؟ تقريبا معلقه. معلقه صغيره. وفلفل معلقة صغيرة برضه. كمان معلقة صغيرة. خبرينا شوية بثينة عنك، شو بتعملي؟ كيف هالهواية بدك هواية انت عم بتحاولي تطوريها؟ هل بشجعك جوزك وولادك على الطبخ؟ هي مش هواية، هي من أنا صغيرة بحب أطبخ كثير، وشجعني أكثر برضه بعد ما تجوزت جوزي بحب الأكل كثير. هلا احنا هون بدها تتقلب مظبوط اللحمة. اوكي لما تتقلب شو بدك تحطي عليها؟ نضيف على الروم اول شيء، فطر بعدين حوالي تقريبا 300 جرام. اوكي يعني كوب صغير من الفطر. كثير حلو، انا كثير بحب المشروم مع الاكله. كثير زاك. البازيلا بالاخر نقلبها شوي، والبازيلا اخر شيء لما تقريبا بدنا نشيلها عن النار. البازيلا اخر شيء بس بدنا نشيلها عن النار عشان تحافظ على لونها الاخضر. محضرتنا هون جاهزه وضايفه عليها البازيلا الخضراء. وبعدين هون شو يا بثينة احكي لنا عن البطاطا. البطاطا سلقتها وهرستها، وبعدين ضفت لها معلقه شوفان. أوكي. وبيضه. اوكي وضفت لها شوية مي حتى بسهولة مية البطاطا، مية البطاطا نفسها حتى تفرد معنا بسهولة. برافو. هلا نحط أول طبقة. أوكي. بالجاج. تفضلي. أنا بحب استعمال الأشياء الصحية بالأكل، وما خلطتي أي شيء تاني. لا. بس ممكن قلتي لي بتحطي بيضة. البيضة بتعمل على تماسكها، بتحبيها أسمك أنتي؟ بتعطيها آخر شيء شوي. بتعطيها آخر شيء لون البيضة. بتعطيها لون لما نشويها. صح. هلا هون بدنا نحط الحشوة. الحشوة زي ما انتم شايفين هاي الفطر والبازيلا وريحتها زاكية. وهلا شو بدنا نحط عليها؟ هلا بنحط جبنتنا الرائعة رح مبروشة طبقة. انتي بارشة حوالي كوب، بدنا نحط هون طبقة قبل ما نفرد الطبقة الثانية من البطاطا. هلا بدنا نحط الطبقة الثانية فوقيها. اوكي قد ايه بدنا نحطها بالفرن يا بثينة؟ 15 دقيقة تقريبا. 15، والله ما بتاخذ وقت. لا أبداً. ما بتاخذ أبداً. وطبخة كتير سهلة وسريعة، وممكن الواحد يتفنن فيها زي ما بده. اللي ما بيحب البازيلا ممكن يحط أي نوع خضار تانية. بنظبط وبنرد نحط كمية وفيرة.
الجبنة الجميلة على الوجه ومنحطها بالفرن لمدة 15 دقيقة. شوفوا هالمنظر شو حلو. هيها جاهزة، بتقطعيها بتبين الطبقات معنا، ومنضيف بجنبها أي نوع سلطة أو عصير أوكي. الفتوش أنا بعمله بطريقة إنه بحضر كل الخضرة بس الوراق. عندنا هون الفرفحينة أو البقلة، الوراق أنا منقيتهم نشفيتهم غسليتهم مغسولين، بحطهم هون. أوكي، عندنا البقدونس، البقدونس ما بفرمه برضه، بكون منقية بس الورقة من العرق وبحطه فوق الفرفحينة. أوكي، وعندنا هون الخس، بحاول أختار الخس العربي تبعنا لأنه بحب نكهته للفتوش بالذات، وبتفرميه